احنا خدنا المره اللي فاتت طبعا الجدول اللي قصادته ام سي كيو ده التايس بتاعت النيرفز. مش ممكن تشرحه؟ ده مش شرح اساسي. ها التايس بتاعت النيرفز اللي هو السي فايبر الميليميتد ده في الفورس ميليونيك نيرفز. صح اوتونوميك صح كده. سرعتها قد ايه؟ 0.5. ها وهي 0.5 مايكرو الدايمتر. لا 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 يمكن حاضر ايه انا حافظاهم طبعا لان بقالي كتير بشرحها لكن انا مش لكن بس تبقوا عارفين انه مثلا سرعه الاي الفا ده اسرع حاجه 120 ده بتاع البروبريوسبشن موتور سوماتيك هتاخدوه بعد كده. البروبريوسبشن يعني ايه؟ قول سريعا بيبعت انفورميشن سريعه على ال على البوزيشن بتاعتك عشان تقدر ترد بسرعه علشان ما تقعش. فهمتوا؟ لكن وطبعا واخدين من السنه اللي فاتت اللي بص جايين اوتونوم زي ار اي سي ار ماي ليد يعني في حاجات كده لازم تبقوا عارفينها. تمام؟ يلا يا ستي. لا خلي بالكم بلوك ديفايس ده بيجي ام سي كيو. بلوك باي بريشر وهايبوكسيا اللي هو الاي فايبر تايب 1. انما تايب اللي هو الاخير خلاص ده بلوك باي اناسيزي لوكال اناسيزي اللي هي السي فايبر. معلش السي فايبر بلوكد باي اناسيز خلاص والاي فايبر كلهم بلوكد باي هايبوكسيا اند بريشر. خدتوه مثال في اخر يلا بنات يلا ها موداليتي يعني ايه موداليتي ساره؟ يلا انتوا كلكم تتميزنا البنات هنا بهدوء شويه انتوا جروب كده كلكم حتى مش شغل هادي ما عدا تبقى طبعا هي بس ال والله يا بنتي والله حاجه افتخر بيها دي احس بنقول موداليتي بتاعت السنسيشن يعني التايب بتاع السنسيشن خلاص. فاحنا هناخد ان شاء الله باذن الله هناخد موداليتي بتاعت السنسيشن هناخد ميكانيكال سنسيشن وهناخد ثيرمال سنسيشن وهناخد بين سنسيشن بالترتيب الاول ده ميكانيكال ثيرمال بين سنسيشن. اول حاجه خالص احنا خدنا ريسبتور لو انتوا تفتكروا وبعدين دلوقتي خدنا تايب اوف نيرف صح. يبقى النهارده هقول ايه باث واي وسوماتيك كورتكس صح. وبعدين بعد كده اشرح التايبس اوف سنسيشن بعدين ناخد الليش. ها مش احنا قلنا الكلام ده؟ طب تمام يلا سيبك بقى من ان السوماتيك خلاص قلنا ميكانيكال وثيرمال وفين سنسيشن والسبيشال سنسز الفيجن والهيرنج اللي احنا هناخدها. مش انا قلت لكم كده اول السنه؟ اول السنه خالص مش قلت ان احنا هناخد والله قلت كده لو تفتكروا قلت ايه؟ هناخد نيرفس سيستم صح؟ وقلت النيرفس سيستم ده عباره عن ايه؟ سنسوري اهي صح وموتور صح كده؟ برافو عليك. والسنسوري قلت سوماتيك سنسيشن صح والموتور اوتونوميك خد السنه اللي فاتت وان شاء الله الثاني هناخده سوماتيك هناخده ان شاء الله الثاني تمام. مهم قوي يا اولاد ده مش مكتوب مثلا بس ده مهم ان فهمناه. ها اوكي كويس يلا سوماتيك سنسوري ده باث ويز. بصوا لي الاول قبل ما اشرح قبل ما تبصوا على ده بنت الفيل يعني قبل ما اشرح هنا سنسوري باثويز. الباثويز بتاعت السنسوري بيتشال على تو باثويز. واحد اسمه دورسال او بنقول عليه بوستيريور او بنقول عليه جراسيل and cuneate tract colon اهو خلاص. والتاني اسمه انترو لاترال باثوي او انترو لاترال سباينو. خليني اكتبها كده خلاص
spinal thalamic pathway. تمام؟ تمام. خلينا القواعد بتاعتنا زي ما احنا متعودين. الاول نقول ايه القواعد بتاعتك؟ ان دول الطريقه دي الباثواي ده بيشيل ميكانيكال سنسيشن بس. ميكانيكال سنسيشن. تمام؟ انما الباثواي ده بيشيل ميكانيكال سنسيشن thermal sensation و pain sensation. تمام؟ الثيرمال والبين بيتشالوا على اللاترال باثوي. الانترولاترال او فانتو. عارفين بالاناتوم؟ تمام؟ خليك زمان. الميكانيكال سنسيشن بتتشال على مين بقى ان شاء الله؟ يس، على الانتيريور او سبينو ثلاثة. تمام؟ تمام. يعني ده ميكانيكال وده ميكانيكال؟ لا طبعا ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش. انا قلت كل سلك ما يتلخبطش. مش قلنا الكلام ده في الكودينج؟ قلنا كل سلك ما يتلخبطش. خلاص؟ طيب يبقى اذا ده خاص ببعض الميكانيكال وده خاص ببعض الميكانيكال الاخرى. تمام؟ يلا مين بقى؟ بصول ميكانيكال سنسيشن فاين تاكتايل سنسيشن فاين تاتش فاين فاين احدد تاكتايل لوكاليزيشن ديسكريميشن ديسكريميت بين تو بوينتس انا لمسني ها تمام فاين تكتشر اوف ماتيريال ستيريو جنوزس اتعرف على حاجه في ايدي ده تاتش وبريشر تمام لا بريشر دي تاتش تمام بروبريوسبشن فايبريشن بوزيشن بروبريوسبشن ها تمام يبقى اذا دول كلهم هم الميكانيكال سنسيشن اللي انا على مين على الدورسال كولم تمام كده امال الانتيريور كولم ويتش بقى ميكانيكال كرود تاتش تيكلينج وايتشينج تيكلينج وايتشينج الناموسه ماشيه على ايدي دبانه ماشيه على ايدي تو اند فرو زغزغه تيكلينج تمام تمام يعني رايح جاي كده خلاص يبقى بنقول ده كرود تاتش على الانتيريور كول فاهمين ولا مش فاهمين؟ تاني الفاين على مين الفاين؟ يبقى تفتكروا مين اتخن؟ ايوه كده خلاص عشان الفاين مفهوم بنستنتج من الكلام طب حلو حلو اسرع واتخن يس تمام كده اهو طب نبتدي بقى نشرح على نظيف خلاص ده بصي 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 لسه حته من الكلام قبل ما نضيف يلا بنت يا ساره ده اسمه مونو موداليتي اسمه ايه؟ مونو موداليتي مونو يعني مونو موداليتي مونو تايب يعني مونو تايب ميكانيكال فقط لا غير لكن ده اسمه بولي موداليتي يعني ايه بولي موداليتي ميني تايبس اوف سنسيشن مفهوم؟ عشان تفهموا الالفاظ ها بنات اوكي؟ نشرح بقى على ايه؟ على نظيف احنا بنقول يلا انا حتى هجيبه كده بقى مظبوط ونشرح كده على الايه؟ اول حاجه هنشرحها هي مين؟ هي مين؟ يس الدورسال كول دكتور ممكن ما تفتحيش؟ ايه؟ كنت عايز اصورها ده ايه ده؟ كان ايه ده؟ خلاص
ثانية. من الهيد والنك بالترايجيمينال لمينيسكس اسمها ايه؟
وبعدين قال لي اسينابس مره ثانيه اهو سينابس اهو خلاص اسينابس ثيرد اوردر نيورون فنترو بيزال نيوكليوس اوف ثالاموس فنترو بيزال نيوكلياي اوف ثالاموس محدش يبدلني يعني احنا كنا في الفيجن كنا اسمها ايه؟ لاتر جينيكليت بودي مش معنى دي اللي عجبتني يعني لاتر جينيكليت بودي في الثاني لغايه دلوقتي خدنا ايه في الثالاموس؟ ان انا عندي في الثالاموس اماكن محدده لسنسيشن محدده تمام كده؟ كل الفاين تاتش بيريليت بانه اماكن في الثالاموس؟ فانترو بيزل نيوكليس فهمنا؟ طب امال الفيجن في انه اماكن في الثالاموس؟ لاتر جينيكليت هتاخدوا الهيرنج ميديال جينيكليت هتاخدوا الموتور يدخل في الثالاموس في الانتيريور واللاترال نيوكليا بتاعت الثالاموس هتاخدوا المنطقه بتاعت الاستيقاظ فانا حته في الثالاموس نون سبيسيفيك نيوكليا فهمتوا ازاي؟ كل منطقه ليها خاصه عشان ما تلخبطش تمام كده؟ تمام اسمها فانترو بيزا نيوكليس اوف ثالاموس وبعدين اطلع من البوستيريو ليمبو في الانترنال كبسول الانترنال كبسول دي بيطلع منها كل حاجه بينزل فيها كل حاجه يعني اي حاجه من تحت تطلع فيها واي حاجه من فوق تنزل فيها ولذلك الانترنال كبسول ده الموست كومن ارتري اللي بيفرقع يوم يبوظ كل حاجه سنسيشن وموتر العيال دي اللي ينشر المصري تمام فهمتوا؟ طيب يبقى بصير الليمبو في الانترنال كبسول بعدين اروح فين في الاخر؟ في السوماتيك سنسوري كورتكس يلا مين هيسمعني؟ يلا سهله لا سهله جدا طبعا يعني يلا الريسبتور بتاعتي مين؟ يلا ست ساره ريسبتور 4 فاين تاتش صح؟ فاين تاتش وبريشر وستيريوجنوزس وفايبريشن وبوزيشن وبعدين النيرف كبير وتخين ايه الفا ايه بيتا فاين اول ما حاطه ليا فيرست اوردر نيورون البوستيريور روت جاي خلاص؟ وبعدين ادخل من البوستيريور روت من الميديال ديفيجن وبعدين اسند ويزاوت ريلي اطلع لغايه فوق في الميدال عند جراسيرو كينيت نيوكليار هي دي السكند اوردر ده اسمه ايه اللي طلع ده؟ يا اما جراسيرو كينيت ده تراك يا اما بوستيريور كولم يا اما دورسال كولم هي هي بعد اكروس تو ذا اذر سايد اسمها سنسوري ديكاسيشن يبقى الكروسنج فين؟ في الميدال فوق خلي بالك والسكند اوردر نيورون فين؟ اون ذا سيم سايد بس فوق في الميدال تمام وبعدين اطلع للناحيه الثانيه از ميديال ديكاسيشن استقبلت مين اخدته معايا في سكتي ترايجيمينال لمينيسكس اسمه ميديال لمينيسكس واخدت ترايجيمينال لمينيسكس في سكتي وعملت ريلي فين يا تقى شاطر برافو عليك انفنتو ويز ان جوت جاي اوف تالنس وبعدين طلعت بقى في سيو ليفل في تالنس كبسول وبعدين اوصل للسوماتيك كورتكس سنسوري تمام تمام هل يلا مين يسمعني؟ مين؟ يلا عبد الرحمن باشا. سامع جمع بس. طب مين يسمع؟ سارة يلا. هو ريسبتور جاب فاين تاتش وبريشر و ايوه ستيريوجلوزز و هو اوكي ستيريوجلوزز ايه ده؟ بس شفت عملت ايه ولا لا؟ عملت ايه؟ عملت ايه؟ كده هيخش الافرن بيبقى اي الفا او اي بيتا بيروح للدور زاروت جانجليوم وبيعمل ريلي وهنا ده الفيرست اوردر نيورون بعد كده الاكسون بتخرج بتخش من الروت الميديال ديفيجن بعد كده بتاسند وذاوت ريلي از دورز الكولوم وبعد كده بتبقى سكند روت السكند في الجينيكليت جراسيلو كيونيت نيوكلياي في الميدالا اوكي جراسيلو كيونيت نيوكلياي في الميدالا وده يبقى سكند اوردر نيورون بعد كده بتكروس للاذر سايد ده اسمه سنسوري ديكاستيشن بعد كده بتريلي في الفنترو بيزل نيوكليو في الثالاموس وبعد كده ده ثيرد اوردر نيورون وبعد كده بيعدي بيسيناب في البوستيريور ليمبو بتاعت الانترنال كبسول فانترو بيزل نيوكليو اوف ثالاموس بعدين تطلع بعد كده اهو في البوستيريور ليمبو اوف انترنال كبسول لغايه السوماتيك سنسوري كورتكس اريا 1 و2 اوكي بس تمام يلا في حته صغيره كده محدش سالني عنها الحمد لله الحمد لله طلعت من فوق شويه الورقه بص
شايفة أنا قلت تطلع without relate. ما إيه branch collateral الصغير؟ قال لك الفايبرز فور بروبريوسبشن، فايبرز بتاعت البوزيشن بتاعتي، تدي كولاترال صغير هنا في البوزيشن بورد معايا واظبط. ده افرنت انا هستنى لما اقع، هستنى لغايه لما اطلع فوق. فهمتوا معايا ولا لا؟ فاهمه؟ فاهمين اللي انا رسمته؟ لا راندا، ايه اللي انا رسمته؟ ايوه كده، السرعه بالظبط كده، علشان اظبط ماي بوزيشن لغايه لما احس وانزل بعد كده الاحلى، بس الاول الحق نفسي. يعني ده اللي يخليني مثلا لو مسكت حاجه اسحب ايدي. يس، فلكسور ويزدرو. اوكي، فهمتوا الكلام؟ بدي فايبر صغيره كده. اللاترال اخدتوا بالكم ان ده ميكس نيرف اهو، وانتيرو هورن، ولا فهمتوا كده؟ الدنيا ما تتلخبطش يا ولاد. يس، تحسي. اوكي، كان الدكتور دكتور مجدي الله يرحمه كان ليه سؤال جميل جدا، يقول لك ايه في الكشافه؟ يقول لك انت بتسمع صوت المنبه فتصحى، ولا تصحى تسمع صوت المنبه؟ بسمع صوت فتصحى. لا، الوعي ان صوته لما بصحى. ايه؟ يعني بحس بصوته لما بصحى. صح، انا بصحى بسببه بعد كده. برافو عليك. طب انا بصحى ازاي؟ هو نفسه صوت. هو نفسه الصوت، الصوت وهو داخل بيستيميليت الحته بتاعت الاستيقاظ بتاعتك، تقوم تصحصح الكورتكس فاسمعه الاول، فتقوم تسمعه تفهم ان ده النبي. اوكي. يعني الله يرحمه بقى، كان هايل بالمناسبه، مش حلو قوي. كان من الناس انا بقى كنت اقول له بسمع كلمه النبي وبعدين تاني. كان من الناس اللي فاهمين فيسيولوجي حلو، هو الفيسيولوجي بالنسبه له زي عارفين يعني ايه، يعني يهضم الفسيولوجي ويطلع لك في الاخر معلومه جميله. قد ناجي كان او اكبر منه بسنتين ولا حاجه. وفي بلدين بتحب الفسيولوجي كده؟ لا، كان هو وناجي برضه كانوا قصاد بعض بالمناسبه، يعني هو بس هو بطل بقى. لكن ولاد لفظ ابسي لاترال يعني ايه؟ ذا سنسر. انا قلت اللفظ ده في السبيشال سنس، فاكره؟ صح، خلاص اظن بقى خلاص مش هنقرا، صح ولا لا؟ بصوا هنا اهو، بص يا بنت اللي اسمك سارة، شوفي البروبيوسبتيف امبلس اهي بتيجي تريلي، ها، تسيلاكس ويز نيورون في البوستيريور هول، وابعت للسيربيلم سباينو سيربيلم تراكت، ها، ابعت للسيربيلم واعمل ريفلكس على مستوى السباينال كورد، اظبط المصل على مستوى السباينال كورد، وكمان ابعت للسيربيلم فوق سباينو سيربيلم تراكت عشان السيربيلم ده بتاع الايكوليبر. فهمتوا؟ يعني هو يبعت للسلامات. يس يس، السكه الاصليه بتاعته دورسال كول، لكن يبعت برانشز من تحت. مفهوم؟ وهتاخدي حكايه السيربيلم ده بالتفصيل ان شاء الله الترم الثاني. يلا يا اولاد، امال بقى الثاني اسمه ايه الثاني؟ ولد اسمه ايه؟ سباينو ايه؟ سلام او فانترو لاترال او انترو لاترال باث واي بولي موداليتي. يعني ايه بولي موداليتي؟ ماني تايبس اوف البتاع. اللاترال سباينو سلام ماشين مين؟ بين وتمبرشر. يلا والفانترو سباينو سلام ماشين ايه؟ كروت والتكلينج والاتش زي ما قلنا. صح؟ مش قلنا دي القواعد بتاعتنا؟ يس. والريسبتورز هنقول بقى الريسبتور دلوقتي. يلا مين المرة دي اللي هيشرح لي؟ ولا أنا أشرح الأول برضه؟ خليك تبعي الأول. يلا يلا أولاد يلا. على دي صعبة شوية. يعني أخدتوا بالكم إن أنا رسمت ثلاثة ليفلز. سارة سارة هنا بصي. يلا خلينا نقول أنا عندي ريسبتورز فور كرود تاتش، وعندي ريسبتورز فور بين أند تمبرتش. تمام؟ وبعدين عندي سنسوري نيورونز اهو. السنسوري نيورونز دول بتوع البين والتمبرتشر بيبقوا سي فايبر انمايلينيتد سلو، انما بتوع الكرود تاتش بيبقوا اي دلتا فايبر. تاني عندي ريسبتورز فور مين ومين ومين؟ يلا كرود تاتش. يس، كرود تاتش وثيرمو ريسبتور تاتش. ومين كان تاني؟ كرود
تاتش كله تاتش انا مسافه فين نص ساعه اللي هي عايزينه البنت البوشن التكرار يعني هو انت ما تجيش بينفول فعلا الا لما يبقى في بين بحوالي خلاص اللي هو ايه البين بيبقى انجوريوس ستيموس تمام تمام يلا ده سي فايبر احنا قلنا وده ايه دلتا فايبر وبعدين ادخل فيرست اوردر نيورون هو مين دورس روت جاني وبعدين ادخل المره دي من اللاترال ديفيجن مش من الميديال ديفيجن او بوستيرور روت خلاص ادخل في البوستيرور هورن يلا يا رن انت اللي هتسمعك اطلع شويه او انزل شويه بيفور ريلي يبقى اي ام نوت ريلي ات ذا سيم سيجمنت فهمتوا؟ طب الطلعه او النازله دي مش مجموعه اكزول ماشيه في السباينال كورد بتاعي؟ يبقى اسمها تراكت. ويتش تراكت؟ ليزاور تراكت. اسمها ايه؟ ليزاور تراكت. اهي اهي تمام؟ وبعدين اريلين في البوستيريور بورد. اريلين فين؟ يبقى السكند اوردر نيورو المره دي فين؟ امال السكند اوردر نيورو المره اللي فاتت كان فين؟ فوق في الميدان. ها؟ تمام؟ تمام، اسمعوا معايا عشان خاطري. البين والتمبرتشر الأحمر بيريلي على خلايا في الدورسال بورن ده عبارة عن لايرز. فبيريلي في خلايا موجودة في إيه؟ في لاير 2 و4 أو 2 و3 و4 اسمها سبستانشال جيلاتينوزا أوفرانتي هتاخدوها بعد كده بالتفصيل اسمها اس جي آر. تمام؟ تمام. انما الازرق ده اللي هو بتاع الكروت تاتش بيريلي في لاير 1 و5 تمام يا ساره لا. تاني سكند اوردر ده 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 بتاع البين والتمبرتشر موجود في لايرز 2 و3 ممكن 4 اهو امال ده بتاع مين ده بتاع الكروت 1 و5 واحد وخمسة وليه مقسومهم كده؟ مقسوم عشان مفيش حاجة تتلخبط لاير لاير نفس السيجمنت بس الجزء ده كله عبارة عن لاير كده فوق بعضها في نفس السيجمنت يعني السيجمنت رقم خمسة وكل واحد يدخل اللاير المعينة بتاعته مفيش حاجة تتلخبط مفهوم لا أنا قلت لكم كلام شبيه بهذا ساعة ما قلت الموداليتي الطيب قلت لكم السيريبرال كورتكس بتاعنا بيتقسم انتوا ليه وكولم وكل واحد يدخل في المنطقه بتاعته مفيش تهريب تمام تمام وبعدين يا سيدي اهو شايف ولد عبد الرحمن البين والتمبرتشر الاكسوس بتاعت السكند اوردر نيورون بيكروس جاست ان فرونت اوف ذا سباينال كانال اهو جاست ان فرونت ولا لا؟ طيب انما بتاعت الكروت تاتش behind the fiber بتاعت مين؟ يس مفهوم؟ ونطلع بتاعت الكروت تاتش as ventral لكن بتاعت التانية as lateral spinal ceramic tract بتاعت البين والتمبرتشر as what؟ lateral lateral بتاعت البين والتمبرتشر lateral تمام كده؟ تمام ماشي يلا البين والتمبرتشر وانت الطاقة ولا هم كلهم بيريلي فين؟ فانترو بيس النيوكليس او بس هو ده سفيرت اوردر نيورون وبعدين يطلعوا في الانترنال كبسول بصير اللي في الانترنال كبسول وبعدين يوصلوا للسوماتو سنسوري كورتكس اريا 1 و2 قال لك لكن الفايبرز بتاعت البين ب 19 الفايبر 19 سنتيمتر منها بيدي برانشز تروح للريتيكولار فورميشن وللنون سبيسيفيك نيوكلاي اوف ثايروس تروح لمين ومين؟ الريتيكولار فورميشن هي دي منطقه الاستيقاظ وانا قلت لكم اللي طالع من منطقه الاستيقاظ بيعدي على مين؟ قلت لكم بيعدي على النون سبيسيفيك نيوكلاي اوف ثايروس يصحي الكورتكس كله لما يبقى عندك بين لا يمكن تنام مفهوم؟ ها مفهوم؟ ويروح خلي بالك مش بس بيروح على المناطق دي الريتيكولار فورميشن نون سبيسيفيك نيوكلاي اوف ثايروس لا ده ولدي عبد الرحمن بص لي ده بيروح على الاوتونوميك سنترز عندك سيفير بين ترجع سيفير بين فوميتنج سيفير بين دايريا ها معايا يروح على الهايبوثالموس على الايموشنز على البيهيفير ديبرشن متضايق كراينج اه ده فهمنا الكلام
تاني يبقى 9 في 10 الفايبر بتروح فين؟ ما بتروحش الكورتكس. وجزء صغير قوي هو اللي بيطلع لفوق اتعجن الكلام ده. تمام؟ تاني. يلا. عندي ريسبتورز فور مين ومين؟ يس بين تمبرتشر اند كرود تاتش والتكلينج والاتشن. خلاص؟ كويس. السنسوري نيورون القفل بتاعتهم عباره عن سي فايبر وايه دلتا فايبر. بين تمبرتشر سي فايبر والتانيين هما الايه دلتا فايبر. فيرست اوردر نيورون هو مين؟ واحد للكل. والثيرد اوردر نيورون واحد للكل. الفيرست اوردر دايما دورسال روت جاي. الثيرد اوردر دايما انتروميزا نيوكليس اوف سايت. يبقى الاختلاف في مين؟ في السكند اوردر. ودايما اون ذا سيم سايد. بوستيرو كولم فوق وانترو لاتر كولم تحت. تمام؟ يلا احكوا لي. دخلنا هو فيرست اوردر نيورون وبعدين يس ادخل من اللاترال ديفيجن بتاع بوستيرو رود بتاع النيرف اطلع شويه وانزل شويه اسمي نزار تراكت جوه السباينال كورد وبعدين اريلي يلا بتاعت البين بتريلي على لاير 2 و3 الاس جي ار وبتاعت الثانيه بتريلي 1 و5 بعدين الفايبرز بتاعت البين بتكروس جاست ان فرونت اوف سباينال كانال الفايبر بتاعت الكروت تاتش وراها ويطلع واحده از لاترال والثانيه از فنترال. تمام؟ كملوا لي الفنترال. يلا الفنترال بتروح تريلي ثيرد اوردر نيورون في الفنترال ميزا نيوكليس وتوصل لغايه السوماتو سنسور الي 1 و2. صح؟ يلا المره بتاعت فين؟ 9 في 10 الفايبر الاول اوزعهم على كل المناطق بتاعت ايه؟ الدماغ. ليرن تيكر فورميشن وغير سبيسيفيك نيوكلي اوف ثالامس والهايبوثالامس والفاهمين؟ والاوتونوميك سنترز والكلام ده كله. تمام كده؟ تمام والعشر بس هو اللي يروح لفين؟ للفاتروميزا نيوكليس اوف ثالامس والسوماتو سنسور ايري واحد. طب والعشر ده بيروح يعمل ايه؟ عشان ينفورم البرين ان في بين. لان انا البين البين بص البرين هنقول حالا ايه وظيفه البرين في السنسيشن؟ وايه وظيفه الثالامس في السنسيشن؟ الثالامس تقدر تحس الكروت سنسيشن. كل الكروت سنسيشن على مستوى الهايبوثالامس. يعني حته قطنه على ايدك على مستوى الهايبوثالامس. لكن تقول لي القطنه دي فين بالظبط؟ في انهي منطقه بالظبط يمين وشمال؟ لازم كورتكس. يبقى الكورتكس لوكاليزيشن وديسكريميشن. يبقى الاه وبيهيفير. موديوليشن. تهبطي البين شويه. ترياكت للبين. واحد فينا هيتنطط ويصرخ والتاني فهمت ازاي؟ ها معايا؟ كل واحد على ده كورتكس ده. تمام؟ ها ولكن الثالامس يبقى الثالامس ايه؟ كرود والبين اللي اي كلام اسمه سلو بين انما الفاست بين اللي هو ويل ديسكريميتد كورتكس. طب هو لما العشر بس اللي يطلع للثالامس ده بيخليني احس ان البين اقل؟ بص لو شكيتك بدبوس دلوقتي حسيتي الشكه والنفس تحددي بالظبط فين وكل حاجه ولا لا؟ ده كورتكس اسمه فاست بين. طب بعد ما شلت الدبوس بشويه المنطقه كلها بتحرقك ولا لا؟ يس ده اسمه سلو بين تفضل تحرقك. هل يصح بقى ان الكورتكس يبقى انفورم طول الوقت ده؟ لا ده ثالامس. اوكي فهمتي بقى ازاي؟ تمام ايه تمام كده؟ ها اوكي؟ مش ما احناش فاصلينهم يعني. بس اللي بيبقى المدة طويلة هو السلوبين والثالث. تمام هتاخدوا الكلام ده بالتفصيل ان شاء الله. انا بدي كسرش ما حصلش على السم لا على السم سيجمنت لا. يا اما فوق شوية يا تحت شوية. طب ده ليه فيسيولوجيكال؟ طيب لكن هو كل واحد داخل بيصير له يحصل له كسرش ده. كل واحد ايه؟ لا مش داخل مش على مستوى السيجمنت نفسها. يعني ما عملتلوش ديكسيشن هنا. طلعته او نزلته وبعدين اعمل له ديكاسيشن يعني يطلع او ينزل وبعدين يديكاسيت وهو يديكاسيت اهو بصي يا ستي اهو سؤال مين اللي كان بيسال اهو رول اوف مين تالنس كل ايه كرود اويرنس فهمت ازاي اديسكريمينيت الوكالايز ا موديول
ديسكريميشن صح ولا لا؟ بنت ايوه اه شو حلو يعني ما انا لما اعمل تدرج في السنسيشن يعني قادره افرق ده تقيل ولا خفيف فهمتي؟ جريد وسباتيال اورينتيشن يعني لوكاليزيشن ده لازم كورتكس فهمتوا يا بنات؟ ها؟ ها؟ تاني بقى يبقى ديسكريميشن لوكاليزيشن يعني كورتكس لكن اه خلي بالك الاولفاكتوري بس ما بتعديش على الثالاموس الاولفاكتوري ليها حتى تحطوه في الاناتوم هي مجدالة مش هون هتاخدوه مجدالايه مش مشكله يلا البين هو الاونلي سنسيشن السلو بين اكتبوا سلو اونلي سنسيشن فولي بيرسيفد ات ثالاموس مفهوم فل عند السبب ولكن اللوكاليتي والكواليتي بتاعت البين محتاجه مين؟ كورتكس اللي هو مين يا بنات؟ ايوه شطشط اللي هو الفاسكين وهتاخدوه بالتفصيل في البين ان شاء الله تمام؟ يلا سوماتيك سنسوري كورتكس بقى ايه؟ ممكن ميبي بس لا يعني مش ميبي كل الفاكت لا نجمتين مثلا؟ لا ولا نجمتين ايه بس طيب يعني اللي فات كله نجمه وده نجمتين خلاص؟ او اللي فات نص نجمه وده نجمه حد مش قادر تقول نجمه كامله عايز ايه قول؟ الميجا دي لها علاقه بالميموري؟ اه ولذلك من اكثر الحاجات اللي بيسالوها عشان يفكروا في الكود. قلت لكم بيشمموا روايح ويفتكروا. اه موقف. موسيقى تفتكر. فاهم ازاي؟ انت ممكن قوي هتلاقي اهلك مش انت اللي انت لسه صغير، بس تلاقي اهلك مثلا مرتبطين ببرفيوم معين. هو ده اللي هو بيحبه مرتبط بيه يا سيدي طب انت عندك فيه حاجات كتير طلعت جديده مش مشكله هو ده. فاهم ازاي؟ بالميموري لا مش حساسيه بالميموري ايه ده احنا حرام علينا مش بيشوف في البيت اخرج بره لا ابدا ايه ده مش بتطلع بره والله والله اه ممكن طبعا في ناس بيبقى عندهم الروائح النفاذه بيبقى ماما بابا اطلع بره مش بره ورموه تاني في الليل لكن لكن انت بتبقى مرتبط بالميموري وموسيقى بقى انا قلت لكم قبل كده قلت لكم لما بسمع يعني اذان بصوت حد معين افتكر كل الاحداث زمان ماما اللي كانت بابا والترابيزه اللي بنقعد ناكل عليها وكلنا كده ام كلثوم طبعا تمام لان ام كلثوم احنا يعني انا احنا انا مثلا واخواتي الاثنين لازم من مدمنين ام كلثوم اهلك مش كده؟ اه طب خلاص مش اهلك كده طبعا انا كنت بكبر بنتي كانت بنتي بتطلع عينها مني اه ولا انا ماشيه في العربيه وهي معايا بقى طبعا محرمه عليها انها تسمع اي صوت ايه يا وان بنقول السايفر بتاعها سمات السنسور ايه يا وان موجوده فين بصوا من الاخر كده احنا عندنا هوريكم وبعدين خلاص ايه السمات السنسوري ايه يا ولد واحنا من تحت لفوق ابدومن تانك الثاي بتاعت الثوركس الناك الشولدر مش مشكله بس بص اهي طلعتي كمان ايه مبلمين ايه طيب بص يا ستي اولا ده التانك شوف اهو ناحيه قد ايه لسان نمرة اثنين ده الفارنس بقى والانتر ابدومينال البيس بتاعك ولا هتحطوز فيه خلاص؟ وبعدين بص اللبس بتاعتنا واخد قد ايه؟ بص الفيس واخد قد ايه؟ القلب طبعا ولا حاجه خالص ليه القلب ولا حاجه خالص؟ لان ليها اوبت كورتكس محترم تمام؟ تمام بعدين بصوا ده ثم لوحده واخد حته قد كده وبعدين دي الفينجرز بتاعته دي الهاند بصوا كل جسمك مفهوم الهاند بس بكل جسمك تمام كده اي كلام جسمك ما
تحسش بيه. وبعدين تيجي على الفوت دي كلها خلاص دي موجوده فين الفوت؟ قادرين تتخيلوا ولا لا؟ شايف ايدي؟ يعني ده سيريبرال كورتكس وده سيريبرال كورتكس وفي خرم فتحه في النص هنا صح؟ هي داخله في النص ده السلكس اللي في النص ده كده فهمتوا؟ فزي كحالي الميديا ابر ميديا تمام؟ يلا كل واحد فيهم كل سوماتيك سنسوري اريا هنقول هي موجوده فين بالظبط وهنقول موجوده فين بالظبط وهنقول احنا ريبريزنتد فيها شكلنا عامل ازاي وهنقول الفانكشن بتاعتها ايه خلاص؟ سوماتيك سنسوري اريا 1 اهي دي سوماتيك سنسوري اريا 1 سوماتيك سنسوري اريا 2 وراها بيهايند ومن تحت يعني بيلو اند بيهايند سوماتيك سنسوري اريا 1 ها؟ تمام؟ خلاص تخيلتوا معايا ولا لا عشان تشيلها وقتي خلاص يلا فين بقى طيب تعالوا نتكلم بقى على كل واحده بتعمل ايه يلا مين اللي هيقول لي بتعمل ايه كل واحده احنا قلنا الاول مكانها فين يبقى احنا عندنا سوماتيك سنسوري اريا 1 و2 واسوشيشن اريا دايما لما اقول لفظ اسوشيشن اريا يبقى ده بتاع المينينج في السنسيشن وفي الموتور بروجرامينج تمام معيار تمام يبقى الاسوشيشن اريا دي بتاعت الايه؟ ميني يو ار نوت بص يا حبيبي بص ايه حسن صح؟ احمد بص عمال حسن عبد الرحمن لما اقول دي بتاعت الميني يبقى انت غير ممثل فيها امال متى تصبح ممثل؟ لما تكون الاريا دي مسؤوله عن الريسيف لفظ ريسيف يعني بستقبل. انا ما بستقبل يبقى لازم استقبل من نقطه معينه. يبقى اذا انت كلك ممثل عندي فوق مرسوم زي ما قلت. يبقى الرسمه اللي انا وريتها لكم دي هي بتاعت مين؟ اريا 1 سوماتيك سنسري اريا 1 اللي هي بتعمل ايه؟ بتريسيف ايه؟ كل السنسيشن. تمام؟ فاين سنسيشن بوزيشن ديسكريميشن اوف بريشر discrimination of weights, discrimination of temperature, discrimination of pain, fast pain. Discrimination. فاهمين؟ tactile discrimination and localization. فهمت ولا لا؟ تاني stereognosis طبعا لان stereognosis ده discrimination of object في ايدك. فاهمين؟ تاني يلا قلنا اي area انت تبقى بتريسيف يبقى لازم انت تبقى ايه؟ ممثل فيها. ريبريزنتد فيها انت يو ار ريبريزنتد على قد النمبر اوف ريسبتور يعني ايه على قد النمبر اوف ريسبتور؟ يعني انت عندك ريسبتور كتير هنا اهو يبقى الحته دي هي اللي كتير هنا عندك ريسبتور قليلين هنا اهو يبقى الجزء ده قليل هنا فهمت ولا لا؟ تاني يبقى انت فوق ممثل على قد النمبر اوف ايه؟ اوف ريسبتور مين الارياس بقى الكبيره فوق؟ يلا سمعوني مين؟ الفينجرز مين؟ اللي الصمت طبعا ها واللبس بتاعتنا بالظبط الطنج خلاص انتوا شفتوه وهكذا والفيت احنا قلنا وانت انفيرتد ابسايد داون صح مش رجلينا فوق هنا وهنا الطنج بتاعنا تمام كده؟ تمام يلا يعني قولي ايه الفانكشن بتاعت الاريا دي؟ قولي بتريسيف ايه ديسكريمينيت وسماع السنسيشن يلا تاكتايل ديسكريمينيشن اند لوكاليزيشن discrimination of weight, discrimination of pressure. Stereognosis دي اسمها discrimination. وايه تاني؟ temperature والبين fast pain فهمتوا؟ ها؟ حلو قوي. يلا امال اريا 2 مسؤولة عن ايه؟ اريا 2 ما يعرفوهاش مسؤولة خلاص؟ حقيقي بكلم بجد. راسك لقدام ورجليك لورا في فما يعرفوهاش مسؤولة يقولوا بتشارك في الميل بتشارك لا بلاد سبلاي هي اكتر فيها اثناء الميلينج تمام كده؟ تمام امال الاسوشيشن اريا دي بتاعت ايه؟ ميلينج بتريسيف من حتت كتير مربطه بحتت كتير يعني بتاعت السنسيشن مربطه بالفيجن مربطه بالهيرينج وفيها ميموري تمام ولا لا؟ عشان يا ابني لو انت ما ربيتنيش ان انا اعرف ان دي اللي بمسح بيها لما تحطها في ايدي مش هعرفها فهمتوا؟ يبقى لازم فيها ميموري فيها ايه؟ ميموري يو ار نوت ريبريزنتد فيها خلاص ما بستقبلش انا عايز اعرف مينينج للصوره
الصوره اللي اوريدي الاريا واحد استقبلتها. فهمتوا؟ ها معايا؟ طيب بس خلاص كده مش صح. يلا خلينا نقول، خليني اقرا معاكم برده عشان انا ايه مش حاطه الورقه. يلا السوماتيك سنسوري كورتكس الاول، سوماتيك سنسوري اريا 1 خلاص بتريسيف من الاوبوزيت سايد وانت ابسايد داون سليب، والاريا از بروبورشنال للنمبر اوف ريسبتور صح، والثامز واللبس هم اكتر حاجه. ايه الفانكشن بتاعتها؟ يلا قولوا فاين تاتش ديسكريميشن وستيريوجنوز وديسكريميشن اوف ويت والتمبرتشر، وبعدين البوزيشن واللوكاليزيشن اوف فاست بين والديسكريميشن بتاعتها. تمام يلا سوماتيك سنسور اريا 2 بيهايند وبيلو انا اوريك الكاركتر بتريسيف من الاذر سايد ومن السوماتيك، وقلنا متربطه بفلان وفلان وفلان صح، ومالكيش سباتيال اورينتيشن، قلت لك راسك لقدام ورجليك لورا، والميننج اوف ايه سنسيشن صح يا ست ساره. يلا سوماتيك اسوشيشن اريا، اسوشيشن يعني ميننج، انا قلت بتريسيف منهم كلهم متربطه بيهم وفيها ميموري ومالكيش سباتيال اورينتيشن فيها، مفيش سباتيال اورينتيشن. ايه الفانكشن بتاعتها؟ كومباين انفورميشن فروم مالتيبل ارياز، وفي الاخر تديني ايه؟ مين؟ هنا بقى كاتب لك اللينز والكولنز اللي انا سبقته وقلتها لك صح؟ اوريها لك بقى شايفين ازاي كده؟ يبقى السيريبرال كورتكس بتاعك متقسم انتو ايه؟ لايرز وكولمز، نفس المكان يا بيبي، نفس المكان بتاع الهند متقسم كده. خلية هنا تستقبل تاتش، خلية هنا اهو تستقبل فايبريشن، خلية هنا تستقبل بوزيشن، فهمتوا؟ كل كولم لوان سنسيشن، مفيش لخبطة عشان نقدر نعمل ديكودينج. نقدر نفك الشفرة بعد كده وندي مينك. ما يعرف تقع. تمام؟ بيقول سنسوري نيورون فيرتيكال كولم، ايتش كولم ديفرنت سنسوري سبوت. بيقول عليه سبوت. كل كولم يستقبل احنا قلنا ايه؟ ديفرنت سنسيشن صح كده؟ ويز سنجل سبيسيفيك موداليتي، يعني وان تايب اوف سنسيشن. يبقى كل كولم ليه وان تايب اوف سنسيشن. تمام؟ تمام. لسه بس خمس دقايق. اخد شويه من كده سكتر سنسيشن. لا لا عشان خاطر يبقى حته كده. كنت في المعمل. حطوه في المعمل عشان خاطر. هقعدكم في حته وانت عارف ايه؟ هقول لكم دلوقتي انا عايزه الامتحان ايه بالظبط اللي يتحل حالا ويتحل. ميكانو سبتف سنسيشن تاكتايل سنسيشن يا ولاد. مش هخلصوا دول بس انتوا حطوه في المعمل. يعني ده براكتيكال ده؟ براكتيكال. اكتب عليه براكتيكال. لا براكتيكال وام سي كيو. الاثنين. يا ولاد ميكانو سبتف سنسيشن اول حاجه تاكتايل. عندي نوعين كرود. طيب بص 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 كل واحد فيهم هقول ازاي بنعمله، ازاي بنعمل التست، ويتش ريسبتور ويتش فايبر ويتش باس واي، يعني في الاخر فهمت ازاي ايه الفايبر. تمام يلا كروت تاتش بجيب حته قطن ايس. بص كل السنسيشن نعملها ايس كلوز، كلوز يو ار خلاص. تمام ونجيب حته قطن ونحطها كده. حاسس؟ حاسس دايما من تحت لفوق ودايما بايلر. تاني يلا قول بنعمل دايما بير كده انت سكين. تمام يلا قولوا لي القواعد، قلت اربع قواعد ايس كلوز يمين وشمال باي لاترال ومن تحت لفوق وانت حاسس؟ طبعا حاسس حاسس. وقارن اليمين بالشمال دي اسمها كروت تاتش، حته قطنه طيب او برش. تمام تمام. مين الفايبرز بتاعتك اللي بتشيل؟ بصراحه انا خلصت تقريبا خمس دقيقتين بزرش. مين الفايبرز اللي قال؟ مين الفايبرز اللي بتشيل؟ اولا فري نيرف اندنج، انا قلت لكم ده بتاع كروت تاتش بتاع اللبس. فري نيرف اندنج خلاص؟ ايه الدلتا فايبر؟ الله لسه قايلين كروت تاتش، ايه الدلتا فايبر؟ فنترال باث واي او انتيريور سباين سيرامك باث واي صح ولا غلط؟ النيله دي خلاص؟ خلاص ده كروت تاتش. طب يلا الفاي تاتش، مين الفاي تاتش بنحسه ازاي؟ اياك مش دبوس ابدا، دبوس فين؟ راس الدبوس. لا مش راس الدبوس، هو بلانت يعني يبقى زي الدبوس بس بلانت. لا يعني بس بخلعه علشان اقول لكم انه لا خلاص. لا احنا عملناها في المعمل براس الدبوس ده يعني بس ده اصل
ده مش حسابته واحد. بس طبعا مش براس مش بالدبوس ابدا. سن قلم. ممكن سن قلم بلاند. صح كده هادي انت مقرف يا حط ايه؟ مش انت اللي عملت عليك المره اللي فاتت؟ خلاص مش انت شفتوه؟ هو ده حاسس حاسس دي تكاين لوكاليزيشن. ability to feel one point, touch it as one point. is as close. وبرضه يمين وشمال، برضه من تحت لفوق. وبرضه عن جنب. لو عملتك تايب discrimination اثنين وحطهم. simultaneous في نفس الوقت طبعا بيعملهم مبرده عشان يبقى له سنين مش قلمين تمام لان القلمين لا يمكن تنزل 2 بوينتس في نفس الوقت خلاص فالابيليتي تو فيل 2 بوينت از 2 بوينت ويز ايز كلوزد بس بروفايدد ان المسافه ما بينهم از اكتر من الثراشولد ديستنس قال لك تراتيف صوابعه دي الثراشولد ديستنس 2 ملم كده كان حاسس قوي ورا هنا ما كانش حاسس 5 7 سم 10 سم 20 سم في الباك اوف فينجر اقرب مسافه في ايه؟ في التيب اوف فينجر وفي النبل وفي اللبس تمام؟ تمام امتى يبقى في باك يعني البست ديسكريميشن؟ ايه الشروط التي يتحقق فيها البست ديسكريميشن؟ قلتها لكم المره اللي فاتت كل ما يبقى عندي نمبر اوف ريسبتور كتير في الدائره كل ما يكون الريسبتور يوصل على 1 افلت كل ما 1 افلت يوصل على 1 سباينال كورد سيل كل ما 1 سباينال كورد سيل يوصل على 1 كورتيكال سيل 1 ل 1 ل 1 ل 1 دي القاعده الرول يبقى انا ديسكريميت خلي بالك دي الفوبيا بتاعت عينيا كده فاهمين؟ الفوبيا بتاعت عينيا عشان كده بشوف الموست اكيوت مفهوم؟ 1 ل 1 ل 1 يبقى نقول ازاي بقى؟ يلا. More number of reset, more number of effort, less conversions. مفيش conversions بقى؟ مفيش 3 رواد ولا 10 رواد. Wider area of presentation. وless receptive field. الريسبتور ملزقه مع بعض وكل واحد فيه ريسبتور فيلد صغير بس تقبل منه. فهمتوا؟ واحد لواحد. خلاص يلا قولي مين هي الريسبتورز بتاعتي مايسنر ميركل اي بيتا فايبر واوصل لفوق بمين دورسال كولم لسه قايلين ها تمام طيب امال التكتشر اوف ماتيريال يا اولاد ازاي يلا حط ايدك هنا وغمض عينك حط ايدك ايه رايك ناعم ولا مش ناعم ناعم حط ايدك هنا ايه رايك نص ناعم حط ايدك هنا ايه رايك؟ خشن شويه صح ولا غلط ولا انا بقى لا فهمت؟ فهمت يا ولاد؟ ده طبعا يعني وده اقل شويه مفيش فرق فعلا زي ما قلنا مفيش فرق جامد صح وده شويه خشن زي ما بيقول ولو جيت هنا فهو اقرب فاهمين؟ يبقى الابيلتي اللي انا اقدر اقول ان ده سلك ده كوتون ده ول تمام؟ طب يلا يعني ايه ستيريو بنوزيس؟ provided انه الابيليتي تو نو ان اوبجكت في ايدك بس provided انك انت عندك باك اكسبيرينس انا قلت لك ميموري بروفايد كورتكس لانه مين اللي مهم دي سنسيشن كورتكس خلوا بالك دي عايزه تعرفي العيان ده عنده كورتيكال ليجن ولا لا استيلوز مين اسمه كوجنيتيف فانكشن عارف عنه مفهوم هذا كورتكس خلاص مين الريسبتور بتاع الريسيرو جلوب كله تمبريتشر تاتش بريشر نشوف ده ايه تقيل ولا مش تقيل معايا كل انواع الريسبتورز وبيتشال برضه على الدوس برضه بيتشال على ايه؟ بصيرو الكوره كويس قوي انا ازاي معاك بس ايه انا بس لا بس ده كده سهل يعني خلاص اخر حاجه انا نسيت اقولها بس الديب تاتش بريشر عليكم السلامه انا خلصت يا عمر يلا وهخلي هقف عند الفايبريشن سيرس ها يلا ديب ايوه باسين يعني قلناها 10000 مره قلنا الديب تاتش وانت قاعده على الكرسي وانت واقفه كده فاهمين باسين يعني كورباس رابيدلي ادابت بتتشال على ويتش بتاع ايوه دورس كولم صح كده ها سهله مش خلاص يا بنات
المره الجايه ناخد بقى الفايبريشن ان شاء الله.